مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنعمل مهارات جديدة ووصفات بسيطة ولطيفة لكن هتنفع قوي مع الفطار أو مع القهوة. حاجات كده جميلة حاولنا نجمعها في حلقة واحدة علشان حضراتكم طلبتوها. أول وصفة هنعملها وهي من الوصفات اللطيفة والخفيفة، يعني مش خفيفة قوي بس يعني حلوة، من أنواع السابليهات اللطيفة أو قريبة لعجينة السابلي، هي بسكويت المربى. بسكويت المربى احنا هنعمله بمربة المشمش اللي عملناها من المشمش الفريش مع بعض في البرنامج واحنا مجهزين منها. هنحشي منها البسكويت بتاعنا او البسكوت اللي هنعمله. نقول وصفته سهله وبسيطه جدا، خلينا نقول المقادير ونبدا نشتغل فيه، هو جميل قوي ولطيف. تعالوا نقول بسكويت المربى عندي نص كوبايه من الزبده. طبعا انا بفضل الزبده النيوزيلندي لانه هي بتبقى صحيه اكتر وبتبقى كويسه. تقدروا تستخدموا انواع ثانيه لو ما فيش، لكن طبعا دي في الاولويه. عندي نص كوبايه من السكر، عندي بيضة واحدة، عندي فانيليا سايلة معلقة صغيرة ورشة ملح، وعندي كوباية وربع من الدقيق المنخول، وطبعا الحشو مربى أي نوع يناسب حضراتكم تكونوا بتحبوه. طيب أنا بحاول أستخدم بسكوتات بمقادير بسيطة واقتصادية، ما فيهاش نسبة بيض عالية، ما فيهاش نسبة زبدة عالية، لأنه في حاجات كتير قوي بنشتريها من بره بتبقى تقيلة قوي وبتبقى غالية قوي، وهي ممكن تبقى تكلفتها بسيطة ونقدر نعملها في البيت بشكل لطيف وهتطلع أحلى بكتير من اللي بنشتريها من بره. طيب أنا هبدأ أقول بسم الله وهنبدأ أول وصفة مع بعض. هاخد، خليني بس أول حاجة أنشف العجان. ليه بقى؟ لو أنا هشتغل بإيدي ماشي، أنا مش عارفة هو ينفع أشتغل بإيدي ولا، بس خليني أشوف كده الزبدة طرية شوية، يعني بدرجة حرارة الغرفة تبقى طرية عشان ما تتعبنيش. بصوا كده، لا ممكن والله انا اقدر اشتغلها بايدي، تعرفوا كده. طب انا هشتغل البسكويت ده بايدي، خلينا نجرب كده الاول وصفه لان هو سهل وبسيط عشان برضو اللي ما عندهوش عجان واللي مش متاح لي. ممكن نستخدم المضرب اليدوي او نستخدم المضرب السلك. طيب بسم الله، هحط كده بوله اطمن بس انه انا قطعت حته تيشوز هنا، بصوا ان هي نظيفه وناشفه وجافه تماما. ليه؟ علشان الزبده لو جت نقطه ميه هتتعبني قوي في الخليط وفي ان انا يعني اعملهم ميكس مع بعض. طيب انا هحاول ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد كده اول حاجه الزبده، هحط، بصوا النقطه دي مهمه قوي، نقطه الفانيليا اللي اتحط في الاول مع الزبده قبل ما احط بقيتها مع البيض مع السكر، تدي طعم وتست كده للزبده، تحسوا كده وانتوا بتاكلوا الخليط ده من البسكوت او السابلي لما بتحطوا له معلقه الفانيليا دي بيدي طعم للبسكوته حلو قوي، او لما بتدخل الفرن وتطلع تديها تيست حلو قوي، فبتحسوا كده باختلاف. بصوا هبدا اعمل الزبده بتاعتي الاول كده، اللي عايز يستخدم سكر بودره ما فيش مشكله. بصوا انا هبدا بس اخلطهم مع بعض، اخليهم جوه بعض، بعدين هقلبهم بايدي شويه حلوين. طبعا الزبده بتسيح بدرجه حراره الغرفه، يعني بسيبها اطلعها من الثلاجه واسيبها في الايه في الجو العادي. بصوا هبدا اعمل كده كده خليط كده. طبعا اللي عايز ايه يخلط بالمضرب مفيش مشكله، عايز يحط سكر بودره ويعملها بالايد هتدوب اسرع. طيب هاخد كده البيضه، بسم الله الرحمن الرحيم، البيض ده برضو فوائده كتير، مفيد جدا للشعر، عارفين بيدي لمعه للشعر رائعه لو حطيتوه لوحده او مع الحنه، الناس اللي بتحب بتدي لمعه للشعر رائعه البيض. بيستخدم في ماسكات رائعه طبعا، غير فائدته للذاكره وللعظام، وبيحمي الخلايا العصبيه وهو خلايا العيون، مفيد جدا. بصوا هبدا اخلط الخليط كل ده بايدي اهو، الموضوع بسيط يعني، شايفين ازاي كده. هاخد بس رشه ملح بسيطه صغيره على الدقيق اللي احنا هنستخدمه، ونزل الدقيق وخلينا عجينه. بصوا سهله وبسيطه ازاي، بس بصوا بقى الاهم من كده ان انتوا تريحوها شويه في التلاجة. يعني ليه بقى؟ عشان لما اجي اشكلها ما تسحش وتفرش في الايه في الصاج، تبقى متماسكه وساقعه، نحشيها تدخل الفرن وتطلع تلاقوها الواحده بوحدتها، هتشوفوها دلوقتي هتبقى ممتازه. بصوا اهو هنضيف شويه شويه
ريحة الفانيليا مع العجينة دي مش قادرة أقول لحضراتكم على جمالها. أهو كده. طبعا بنيجي بقى في الأعياد بنيجي عايزين حاجات كده خفيفة. ساعات في ناس بتروح يعني محلات الحلواني أو المخابز تشوف بسكوتات معينة الولاد يحبوها. مش تخيلوا بقى لو انتوا عاملين العجينة الجميلة دي في البيت. بصوا انا عملتها بإيدي ما خدتش 5 دقايق اهي اهي. شايفين العجينة حلوة ازاي وناجحة ما بتلزقش اهو. حط دقيق شوية شوية عشان لو انا نوع الدقيق اللي عندي هياخد الكمية كلها، افرضوا اللي عند حضراتكم مش هياخد الكمية كلها هياخد اقل، يبقى احنا في الامان اهو. بسم الله. طبعا استخدمه في دقيق الكحك والبسكوت بيبقى حلو قوي، وممكن نستخدم جميع الاستخدامات. اللي يريح حضراتكم في الاستخدام استخدمه. بصوا بقى جميله ازاي اهي. شايفين العجينه حلوه ازاي؟ ممكن بقى نسقعها شويه. الله شايفين جمالها، الريحة تجنن. الفانيليا دي بتتباع بالأزايز كده، ممكن ناخد ايه 100 مللي 50 مللي 200 مللي على حسب استخدام حضراتكم لل ناخد بقى بولة نظيفة نحط فيها العجينة النظيفة الحلوة بتاعتنا ونبدأ نشكل. ادي صاج هاخد طبعا مهم بالنسبة لي ورق الخبز أو الزبدة، نقطة بس كده من الزيت، وإيه هفرش كده بالفرشة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيطة. وبعدين والباقي اللي في الفرشة هعمل كده. طبعا هو في زبده مش هيلزق ما تخافوش، بس باكد لان انواع الورق الخبز مش زي بعضها. خلاص الفرن عندي سخن على حراره 180. طيب بسم الله. انا هنا ينفع هحشي مربى بطريقه زي دي، وممكن احشيها بان انا احطها في كيس كده واصب منها. هنشوف الايه الطريقتين مع بعض وانه ايهما افضل. يعني لما بنسقعها بسقعها كده عشان اوريها لحضراتكم، حط شويه منها في الكلانفل كده وبدخلها التلاجة. بصوا اهي تسقع بس شوية. خلاص طيب ادي كده كور، هعمل كور كور كده. ده من الحاجات الجميلة قوي بقى لو رايحين في مكان وعايزين ناخد حاجة لجيراننا لأصحابنا حد من المقربين في علبة كده شيك. عايزين توزنوا الوحدات تبقى كل واحدة قد التانية، مفيش مشكلة خالص. يعني ايه اللي يناسب حضراتكم، ممكن تبقى وحدات صغيرة وممكن تبقى كبيرة على حسب انتوا حابين ايه. هو بيفرش شوية يعني، هو تسيبوا مسافات بينهم كده عشان هو من النوع اللي ايه اللي بياخد يعني مساحة شوية بيفرش سنة يعني. واحنا بصوا بنحافظ عليه علشان طبعا هنا التكييف كويس فالدنيا جميلة ومتماسك. هنشكل بقى ده وهوريكم بقى هنعمل ازاي. في طريقه بسيطه نقدر نحشي بيها عاديه من غير الكورنيه اللي احنا عاملينه حاطين فيه مربى ده. بصوا كده مربى المشمش بقى كمان من الحاجات الجميله. يعني احنا عاملين النهارده مربى فيها فيتامين سي عالي جدا بتقوي المناعه، وفيها غنيه بفيتامين الف وطبعا بتحمي من الجلطات، فيها مضادات اكسده بتحمي من الكانسر، وفيها نسبه بوتاسيوم حلوه تحمي القلب. يعني المشمش الطبيعي ده مهم جدا، ونقدر نحتفظ بقى في الموسم باي حاجه من الحاجات الحلوه الفواكه الموسم نعمل بيها مربات جميله نستفيد بيها لاولادنا ونهازي بيهم اصحابنا. ساعات في ناس تحب تروح السياحه، تحب تروح في حته يبقى واخده معاها حاجتها. والله انا كنت واحده من الناس لما اروح في مكان اخد علبه الكحك الصغيره بتاعتي، اخد علبه البسكويت بتاعتي وعلبه الكيك، لانه بيبقى الاماكن فيها بس ساعات ما بتبقاش نفس التست، تبقى تقيله قوي، يبقى فيها نسبه زبده عاليه قوي، بحس ان انا يعني ايه بتعذب عشان اكل حاجه انا نفسي فيها. على الرغم ان الواحد بيبقى يعني كده كده احنا هنشتري او هنجيب، فبحب اكل حاجتي يعني.
نسبة السكر قليلة، مظبطة الدنيا، حاجاتي مع النسكافيه مع الشاي بتبقى حلوة قوي بصراحة. فده حاجة طبيعية وعادية جدا. شارك بقى أصحابنا جيراننا الحاجات دي، كمان تنفع في العيد، سواء عيد مسيحيين عيدنا. يعني إحنا إيه في النهاية بنجمع نوعيات حلوة من البسكوتات منوعة وجديدة ونعملها بشكل جميل. والبسكويت ده على فكرة مشهور قوي، في ناس كتير قوي بتحب تعمله. أنا فاكرة يعني مامتي زمان كانت تعمل بسكوت المربى ده بكتير قوي، كنا ساعات نعملهم نقطعهم كده ونلزقهم في بعض بالمربى برضو. بس طبعا الشكل ده منتشر قوي الفترة دي، فاسمحوا لي انا ايه حبيت اعمله علشان اصدقائنا اللي بيحبوا الشكل ده تحديدا في البسكوت ده. كمان ينفعوا الولاد بدل ما ياخدوا حاجات يعني من بره فيها حاجات حافظه، اهو حاجه لطيفه. هنعمل كده ونشوف بقى. بصوا بقى في طريقه، اما ان انا بصباعي الابهام هعمل كده وهروح واخده من المعلقه الصغننه هنا من المربى دي كده، مش حامله قوي اهي دي، او هعمل بحاجه، بس انا بصراحه بحب اعمل كده عشان يدي شكل معين في دماغي. بصوا دي شققت، مش هسيبها، هاخدها اكورها تاني. هو التشقيق ده مش حاجه وحشه يعني، بس انا ايه حباها تبقى نعم اهو كده اهو خلاص. وممكن بقى نحشي، يبقى كده شايفين الفرن عندي 180، هحطه على الشبكة في النص دي عشان مشمش طبيعي، فتلاقوا فيها قطع فاكهة. يعني عملنا من المشمش فعلا وقت ما نزل، شايفين ازاي. اعملوا بقى الاشكال اللي تعجبكم، عايزين تعملوا شكل قلب لو فيها، يعني في حاجات كتير جدا موجودة في محلات مستحضرات الحلواني رائعة، وتقدروا حضراتكم تستفيدوا منها وتجيبوها، واشكال بسيطه واسعارها زهيده والله وجميله جدا جدا. بصوا البسكوتات جميله عامله زي الغريبه، بس مع الفارق انها محشيه مربى. تعالوا بقى ندخل كده نوديها الفرن. بسم الله هنا على الشبكه في النص، هدي بس الحراره شويه على مهلكوا خالص. بصوا كده شايفين الجمال اهو. هنبدا نسيبها مثلا 15 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن، من 15 دقيقة 17 دقيقة ما بياخدش وقت، مش عايزين نغير لونه قوي. هنوري حضراتكم شكله في الطبق عامل ازاي، وهنطلع ده ان شاء الله برضو مع حضراتكم. وهنستسمح حضراتكم بقى ان احنا نطلع استراحة ونستعد للشوط الثاني. بعد الاستراحة هنعمل فيه وصفة لطيفة برضو من الحاجات المحببة، تنفع حادق وتنفع حلو. احنا هنعملها بطريقة ونقدر نقول لحضراتكم بدائل. بعد الاستراحة نستكمل مع حضراتكم بإذن الله.